عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم جديد ويا رب يكون عليكم سعيد دايما بإذن الله. عشاق ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ملعب الأهلي النهاردة في أولى مباريات الأسبوع الرابع اللي بدأت النهاردة فعالياتها بإذن الله. قبل ما نعرف النتائج ونستعرضها كمان نرحب بضيوفنا وتشكيلة ملعب الأهلي. كابتن عادل طيبة، مساء الفل. مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب والزملاء طيبين بإذن الله تعالى. كابتن ماهر همام، مساء الفل. يا كابتن سيد خطير. ازي حضرتك؟ تمام تمام يا كابتن سيد. ترافولتا، ايه الاخبار؟ كله تمام يا كابتن سيد. طيب، كلنا كده من سكان مدينه نصر ومصر الجديده، يعني كلنا شكلنا كده في طريق واحد واتجاه واحد كمان، وملعب الاهلي كمان. يعني استعرض لكم النتائج النهارده. النهارده بدات بالانتاج الحربي بياكد تفوقه. كابتن مختار مختار بيفوز النهارده على الداخليه 1-0. المباراه الثانيه جمعت ما بين سموحه وامبي، وقدر سموحه بقياده علي ماهر ان هو يفتح فوق على امبي 3-2، واضاع كمان ركله جزاء عن طريق احمد نبيل مانجا. الجونه بيتعادل مع حرس الحدود في يعني او الحرس اللي بيتعادل مع الجونه، لان الجونه كان هو له الاسبقيه في التهديف. بتروجيت بيعمل ماتش وبيواصل عروضه، او بيواصل عروضه الجيده جدا 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 في الموسم السنه دي، وبيتعادل مع المصري 2-2. واول هدفين يدخلوا في بتروجيت النهارده عن طريق المصري، كان الاول عن طريق اسلام عيسى. طلع الجيش بيخسر من بيراميدز بهدفين لهدف، او هدف لهدفين. دي نتائج مباراه النهارده اللي اقيمت النهارده. هنستعرضها كلها مع الكباتن كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن شريف عبد المنعم. لكن بالتاكيد في حدث النهارده يخص كل جماهير النادي الاهلي. هنستعرض المباريات بنتائجها، بالحالات التحكيميه، بالامور الخاصه بكل المباريات اللي اقيمت النهارده 3-14 اغسطس في بدايه الاسبوع الرابع، او الاسبوع احنا في الاسبوع الايه؟ الاسبوع الثالث. يا ماشي معايا الرابع. طيب، قائمة الأهلي النهارده المسافر يا كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن عادل، المتجهة إلى تونس بعد التعادل امبارح مع النجم اللبناني 0-0. القائمة النهارده ضمت شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، سعد السمير، محمد نجيب، أيمن أشرف، كلوبالي، وعلي ماهر، عمرو السلية، علي معلول آسف، عمرو السلية، وهشام محمد، أكرم توفيق المنضم حديثا للقائمة الأفريقية بشكل عام، كريم نيدفيد، وليد سليمان، واسلام محارب، واحمد حمودي، وميدو جابر، وناصر ماهر، واحمد حمدي، ومروان محسن، ووليد ازارو، وصلاح محسن. هنستعرض كل النتائج النهارده طبعا بالتفصيل، لكن يهمنا الخبر بتاع النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي. ليك اي تعقيب على القائمه يا كابتن ماهر؟ يا كابتن عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله التوفيق في ماتش الترجي. طبعا مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنها بطولة من ضمن البطولات اللي احنا الجمهور المصري والجمهور النادي الأهلي خاصة بيبقى حاطط آمال كبيرة إن احنا نحصل على البطولة الأفريقية اللي بتودينا كأس العالم للأندية. مفيش شك إن التعادل بتاع امبارح أرجو إن هو ما يأثرش على الجهاز الفني وعلى اللاعبين، لأن دايما النادي الأهلي عنده حتة الفصل ما بين البطولات. يمكن امبارح ما كانش فيه توفيق، لكن ولادنا في النادي الاهلي دايما عندهم حته الفصل ما بين البطوله والبطوله الاخرى. اعتقد ان هم ان شاء الله مع الجهاز الفني يعوضوا الماتش بتاع امبارح في ماتش الترجي، ويبقى عندنا الحافز ان احنا باذن الله تعالى نطلع بنتيجه ايجابيه. اتمنى الفوز للنادي الاهلي، لان ده هيدينا الصداره، ودايما النادي الاهلي متفوق ودايما في الصداره. انما الماتش امبارح الحقيقه البطوله مهمه جدا بالنسبه لنا. البطوله العربيه بعد المردود المادي والادبي اللي بقى موجود غير زمان، يعني قبل كده كان عمليه شرفيه وكده والناس بتشترك، واحيانا فرق اخرى ما بتشتركش، لكن بعد الحوافز الماديه الكبيره وبعد الجانب الادبي الكبير جدا لمعظم الانديه العربيه الكبيره والشعبيه ابتدت تشترك في البطوله ديت، اعتقد انها تبقى بطوله مهمه جدا. ارجو ان الجهاز الفني يستوعب ان البطوله دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لان دي بتدي بطل العرب، دي هتبقى عمليه مش سهله، فما يبقاش فيه نوع من انواع التراخي في المباريات ديت، لان ده مش من عادتنا كلاعبين وكجمهور وكمجلس اداره. المباراه دي مهمه جدا بالنسبه لنا، ماتش الترجي، ثم البطوله العربيه الماتش اللي في سبتمبر ان شاء الله لاعبتنا تعوض الماتش بتاع امبارح. اوكي. طيب كابتن ماهر، يمكن
قبل ما نتكلم في احداث والتفاصيل وكل حاجه تخص المباراه سواء العربيه او المباراه الافريقيه او حتى مباراه الدوري، ليك تعقيب على القائمه اللي مسافره؟ يمكن تم استبعاد النهارده مثلا حسام عاشور، انت عارف عنده انذارين فده سبب اضطرار يعني ما تقدرش تتكلم فيه، لكن مؤمن زكريا النهارده مش موجود مع الفرقه اللي مسافره. هو تاكيدا لكلام الكابتن عادل، الكابتن سيد، عايز اقول لك ان البطوله العربيه كانت بطوله مهمه جدا، خصوصا ان كانت المكاسب الماديه في البطولة السابقة اللي اتعملت في الاسكندرية وحصل عليها الترجي يمكن كانت مكاسب مادية كبيرة جدا، فيهم النادي الاهلي ان هو ان شاء الله باذن الله من خلال تواجده في هذه البطولة ان هو يحصل على هذه البطولة للعائد المادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه بنسبة كبيرة. لكن عايز اقول لك العامل النفسي كمان يا كابتن سيد، انا يعني بحيي طبعا الجهاز الفني واخد بالك ان هو اختار التشكيلة لهذه المباراة، عادت بقى طبعا الثقه مره تانية للبدلاء، مش عايزين نقول للبدلاء، للعيبه اللي هي اللي عندها وعايز يشوف كمان عايز يجرب الراجل، يعني بيجهزها بدنيا وفنيا وتكتيكيا، وعايز يشوف من خلال الفتره اللي فاتت ديت اللعيبه دي وصلت لاني مرحله من المراحل اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي عناصر اللعبه اللي من خلالها بتجهز هؤلاء اللاعبين. عايز اقول لك يمكن النتيجه كانت نتيجه سلبيه بالنسبه لمباراتنا مع النجم اللبناني، ويمكن كان اداء متوسط فنيا. اكيد التغيير اللي بدا بيها الجهاز الفني يمكن معظمها كانت من اللعيبه اللي بتشارك، يمكن شيف اكرامي ومحمد هاني وسعد سمير ونجيب وايمن اشرف واحمد فتحي وحسام ووليد واحمد حمدي ومؤمن ومروان محسن، ومعظمهم من اللعيبه الاساسيين اللي بيشاركوا بصفه اساسيه. لكن احنا لحد دلوقتي يا كابتن سيد فنيا الجهاز الفني ما قدرش يا كابتن عادل يا كابتن شريف انه يحط ايده على ثبات الفريق اللي احنا تعودنا عليه. يعني لو نرجع كده للسنه الماضيه يا كابتن عادل، ان احنا كان في تطوير بشكل كبير جدا، خصوصا الدور الثاني احنا لعبنا كوره في نص ملعب الخصم، كانت كوره سريعه، كوره فيها انتشار ومن لمسه واحده وجمل تكتيكيه ومباريات فزنا بيها بشكل كبير جدا. فاتمنى ان احنا نكون بدايتنا السنه دي زي السنه الماضيه، مش عايزين نتاخر. انا شايف ان البدايه فيها نوع من الهدوء النسبي، مش حاسين كده بروح لعيبه النادي الاهلي، مش حاسين بالاحساس، مش حاسين بالدوافع الفانيلا الحمراء، وده يمكن بيقلق جمهورنا اللي هو دلوقتي بقى في علامه استفهام بيسال ايه اللي حصل. جمهور النادي الاهلي مش مبسوط من فتره بدايه النادي الاهلي، حاسس بدايه موسم، يعني ما هنقدر نقول بدايه الموسم مع النادي الاهلي سيد، ما ينفعش بدايه الموسم عنده بهذا الشكل، عايز يستكشف يعني. لا عايز يستكشف اللعيبه، عايز يحط التقييم النهائي الفني بالنسبه له. لكن انا عايز اقول لك ان هو يستغل اي فرصه لمباراه كمان، يستغل اي فرصه لمباراه يشوف انها مناسبه ان هو يشارك بعض اللعيبه اللي شوف، لان ما كانش عنده على فكره خلي بالك برضه هو ما كانش عنده فتره اعداد طويله قوي في مباريات كتيره تجريبيه، ما كانش فيه كتير. خد بالك كابتن سيد برضه مباراه النجمه بتدي ثقه لجمهور النادي الاهلي وجهازه الفني واللاعبين انك انت رايح على مباراه اقوى، مباراه الترجي في تونس. فالنهارده احنا بنقول لمباراه النجمه كنا محتاجين ان احنا النادي الاهلي يبقى له شكل، نكسب المباراه عشان تدينا ثقه. خد بالك المكسب يا كابتن سيد هو اللي بيعطي ثقه للفرقه في المراحل القادمه. انت عندك ملف البطوله العربيه نهيته بالمستوى الفني المتوسط، بيديش الثقه للعيبه النادي الاهلي ولا جهازه ولا جمهوره، وانت رايح كمان ثلاث ايام على مباراه اقوى، مباراه الترجي مباراه افريقيه والبطوله كمان المحببه بالنسبه لنا اللي احنا بقالنا حوالي اربع خمس سنوات بعيد عنها. فانا عايز اقول ان المكسب مهم، وده اللي انا مش حاسه في لعيبه النادي الاهلي. الدوافع اللي احنا شفناها كابتن عادل من العام الماضي اللي كانت البدايه قويه، النادي الاهلي بينزل عشان يكسب الثلاث نقاط. النهارده احنا بنعمل مجهود 90 دقيقة واكتر من 90 دقيقة عشان نكسب او عشان نجيب جول. فانا شايف ان الامور محتاجة يعني شيء من التركيز اكتر من كده من الجهاز الفني واللاعبين، ونتمنى ان شاء الله باذن الله مباراة الترجي يعني النادي الاهلي يظهر بيها بالشكل اللي احنا عارفينه عن لعيبة النادي الاهلي. طيب كابتن شريف تعقيبك على القائمة؟ القائمة ده اللي موجود عندنا يعني انا اقول لك المستبعدين مين. انا عارف، انا اقول لك انت عارف ان القائمه الافريقيه كباتن 30 واحد دلوقتي خلاص، بدخول مستبعد عندك دلوقتي اجاي طبعا لانه خارج غصب عنه اصابه، عاشور غصب عنك برضو لانه عنده انذارين، يعني صبر الرحيل ده سبب فني يمكن بيقول ان انا عندي علي معلول وايمن اشرف في الحته ديت، باكا طبعا لان باكا بقى قريب من الدوري الجنوب افريقي خلاص، وعندك باسم علي برضو نفس الكلام، باسم كان لسه راجع من اصابه، وعندك مؤمن زكريا هو التحفظ يمكن الوحيد ده الكويشن ده دي العلامه الاستفهام الكبيره قوي. ده السؤال يعني السؤال انا بس تعقيبا على فريق النادي الاهلي او باتريس كارتيرون والجهاز الفني بتاعه استلم الحقيقه التركه او استلم الفريق
وهو تحت ضغوط نفسيه كبيره جدا، خسران متعادل مباراه وخسران مباراه ومطلوب منه ان هو يرجع تاني لدائره ورجع الرجوع ده كان نفساني، كان في مجهود وفي سفر واختلاف في الاجواء واختلاف، وانت عارف المجالات دي كلها لما احنا بنلعب وبنختلف وبيجي ضغط عليا لازم اكسب اكسب اكسب، الحاجات دي برضو بتطلع منها اصابات، بتطلع منها تعب، بيطلع منها لسه الراجل الملعب حتى اللي احنا رحنا لعبنا عليه في افريقيا ما يقدرش تقيم اي لعيب لعب في الماتشات دي شكله عامل ازاي، فهو قابل ظروف صعبه جدا في الاول وربنا وفقه ونجح فيها. انه اللعيبه تلعب ماتش زي بتاع امبارح ويتهيألهم وهم في الملعب ان هم هيكسبوا في اي وقت، ده طبيعي، الامكانيات والفوارق والجماعيه والفرديه اقوى بكتير قوي من فرقه النجمه. انما في شكل لازم، كنا بنتكلم انا وانت قبل ما نخش، الشكل الفني، انت النهارده عارف انت بتكسب ازاي وعارف الكوره الفنيه بتاعتك فين وعارف انك انت الميز باس بتاعك لو قل انت تبقى متفوق على اي فريق، عارف ان تحركات الاجنب عندك هي النهارده كل يوم بيحصل تدوير على شكل، يبقى عندك احمد فتحي الجوكر بيلعب في نص الملعب لظروف ما ويخش محمد هاني وبعدين ارجع الاقي محمد هاني بعد كده مش موجود واحمد فتحي، الحاجات اللي بتحصل التدوير اللي بيحصل ده كله لسه مش عامل لي القوام الاساسي، او الراجل لسه ما شافش القوام الاساسي بتاع الفرقه او لسه بيشتغل على قديمه، يعني بيشتغل على الحاجات اللي هو جه شافها قبل كده، بيتعرف على كل حاجه. النهارده اكرم توفيق هو لسه ما شافوش خالص، لسه ما عرفوش خالص، شافه يمكن في التمرين، خده في التمرين، الناس كلها كانت متخيله ان محمد شريف الاقرب، لكن هو وجهه نظره ان انت هتلعب مباراه الترجي مثلا، متهيألي يعني توقعي هتلعب مباراه الترجي ما عندكش حسام عاشور وجاهزيه عمرو السليه قد صعبة. تكون قد تكون مش صعبه مش فالنهارده بيشوف محمد هشام وبيشوف اكرم توفيق، وهناك كمان هتلعب غصب عنك ب 4-2-3-1، مفيش 4-4-2 ولا في 2 فراوده ولا القصص دي، انت عايز تخرج سليم من هناك على ممكن تلعب 4-3-3 ممكن، دي ده هترجعنا بقى للثمانينات ليه 4-3-3 ده هل عنده الامكانيه بتاعت 4-3-3 عشان عنده الوقت اللي يقدر اللعيبه تخش في فورمه ان هو هيلعب 4-3-3، ده هو بيلعب بفيرود واحد واحنا عايزين كمان فيرود عشان العرضيات يبقى جنب ازارو، عايزين صلاح محسن او مروان محسن يبقى جنب ازارو، لحد دلوقتي الفكر ده مش موجود. لا انا اقصد انت ممكن تلعب مثلا يعني لو كان العمليه جاهزه عندك قد يكون، يعني لو عمرو السوليه موجود بشكل كويس او حسام عاشور موجود بشكل كويس كنت ممكن تلعب عمرو السوليه واحمد فتحي وحسام عاشور وتقفل منطقه نص الملعب، ثلاثه في نص الملعب، ثلاثه قدامي، اثنين على الاطراف وواحد راس حربه، جناح وجناح راس حربه، احنا ده اللي بنتمناه يا كابتن، وخاصه في مباراه خارج فرادس، فرادس كمان ملعب تحفه هناك انت عارف، وش حلو علينا، وش حلو علينا، وملعب الاهلي مش ملعب بس، وش حلو علينا بالشغل التعرف اللي هو بيتعرف عليه ده كله، هو الراجل لحد دلوقتي هو احنا معاه وهو معانا، بس انا اللي عايز اطمنك عليه في مباراه زي بتاعه النجمه دي، انا خارج وانا عارف النادي الاهلي في لبنان هيكسب 3 مثلا، مش دي الفرقه اللي هي اتعادلت من هنا انجزت الانجاز الكبير، لا احنا كان عندنا شورتج برضه، كان عندنا يعني غيابات، الغيابات دي برضو وعندنا عدم توفيق، وعدم توفيق، وعدم لسه توفيق شوف طبعاً. انت بتاخدها مع لساني وعدم توفيق في كام كوره، في شو كام شوطه، في تنفيذ من احد اللاعبين فني او فردي غير موفق، نرجع ونتكلم في كل حاجه ونخلي مؤمن زكريا الى حديث اخر. طيب كابتن عادل، مباراه امبارح هي مباراه كان فيها اهداف